يلاحظون بعض مهاراتهم في النزول. بينما كان عدد من أفرادها يكتبون ردا على تقارير دولية تتهم ميليشيا الحوثي بتجنيد واستخدام الأطفال في معاركها. كانت مجموعة من الأطفال تتلقى تدريبات على تسلق جدران المنازل واقتحام البيوت في واحدة من شوارع صنعاء أثناء احتفالية خاصة. وتمضي ميليشيات الحوثي في تدريب أطفال ضمتهم بالآلاف إلى صفوف مقاتليها وفقا لتقارير دولية، وتعتقد أن بإمكان صغار السن أن يكونوا هدفا سهلا لزرع القناعات. وإن كان إقحام الصغار في معارك ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح قد اعتاد سابقا التواري عن الأنظار، فقد برز مؤخرا بصورة كبيرة. وتفاخر الجماعة المسلحة بالطفل المقاتل الذي تبرز دوره وتكشف عن وجوده في مواكب التشييع اليومية للقتلى، وتظهر الصور المعلقة على الجدران وعلى العربات المصفحة كم كانوا أطفالا قبل أن يعرفوا الطريق إلى المعركة. وكان تقرير الخارجية الأمريكية قد اتهم ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع ومعسكرات موالية للشرعية بتجنيد أطفال، وهو ما نفته الحكومة مبدية استعدادها لتقديم كل البيانات اللازمة أمام المنظمات المختصة، وهي بيانات تؤكد عدم وجود أطفال في صفوف مقاتلي استعادة الشرعية وفقا لوزارة حقوق الإنسان.